مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، متابعي مباشر من مصر، مساء الخير على حضراتكم. معاكم النهارده وتغطية جديدة من داخل محافظة الدقهلية، وانفجار أنبوبة بوتاجاز تتسبب في انهيار منزل وإصابة 4 من الأسرة، إصابة زوج وزوجته بإصابات خطيرة، ويعني حروق لأكثر من 65%. تم تحويلهم لمستشفى قفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتحويل الحالة الثالثة لمستشفى ميت غمر العام، ويعني الحالة الرابعة تواجدت داخل مستشفى منية النصر المركزي تحت الملاحظة بعد إصابتها بكسر في الضلوع. طبعا بالأمس وفي الساعة الثانية ظهرا شهدت قرية ميت الخولي مؤمن التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية انفجار أنبوب البوتاجاز في منزل، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص. تم تحويل 2 منهم لمستشفى قفر الدوار، واحدة أخرى لمستشفى ميت غمر العام، وواحدة تم حجزها بمستشفى منية النصر المركزي. البداية طبعا كانت بتلقي مدير أمن الدقهلية اخطار من مدير المباحث الجنائية بانفجار أنبوبة بوتاجاز صغيرة بأحد المنازل بعزبة السلام أو عز قرية فسوكة بميت الخولي مؤمن التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية. في الوقت ده على الفور انتقل ضباط مباحث المركز وسيارات الإسعاف لمكان الواقع. تبين انفجار أنبوبة غاز صغيرة بمنزل محمد عبد المحسن عبد المنعم، أدى ذلك لإصابة كل من محمود محمد عبد المحسن 42 سنة بحروق من الدرجة الثالثة، وزوجته دعاء محمد القاضي السيد 37 سنة بحروق من الدرجة الثالثة بنسبة 60%، وأيضا دول تم تحويلهم لمستشفى قفر الدوار. وعفاف محمد عبد المحسن 20 سنة مصابة بحروق من الدرجة الثانية، وتم تحويلها لمستشفى ميت غمر العام. وأيضا عزة إبراهيم البسيوني محمود 42 سنة أصيبت بحروق من الدرجة الثانية وقصور في الضلوع، والحالة العامة مستقرة. طبعا على الفور أمر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز منية النصر بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية التوجه إلى موقع الحادث والتعامل معه، وأيضا برفقة الصحة والإسعاف والحماية المدنية، وأيضا مركز شرطة منية النصر والتضامن الاجتماعي، حيث تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى منية النصر المركزي وقتها لتلقي العلاج اللازم. أمر محافظ الدقهلية بفرض كردون أمني حول المنزل والمنازل المجاورة وعرضهم على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار قرارات إزالة لهم في حالة التأكد من عدم صلاحيتهم الإنشائية ورفع الأنقاض الناتجة عن الانهيار، ووجه لفريق العمل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان المحافظة بمتابعة الموقف أول بأول. طبعا زي ما حضراتكم شايفين يعني الانهيار في المنزل بالكامل زي ما حضراتكم شايفين، ومعانا احد شهود العيان اللي هيعرفنا عن تفاصيل الحادث. عرفنا الاول بيك وقول لنا يعني ايه اللي تعرفه عن الحادث بالظبط، او وصل لك خبر الحادث ده ازاي؟ محمد ابو الشحات ميت الخولي عزبة فسوكة. ايه اللي حصل يا محمد؟ اللي حصل احنا كنا بنصلي في الجامع سمعنا صوت زي الزلزال، فجينا نجري لان النار مش عاليه، وجبنا محمود من تحت العرش بعيد عنك ولا يعني، وبقيت الاهد عزه كانت طالعه تجيب بنتها من فوق، فالجدار وقع فوقها، فشيء قعدنا ندور عليها برضه لما طلعناها، ومرفق كانت فوق هي ودعاء مرات محمود، وربنا يلطبهم. والبيت والمنزل زي ما انتم شايفين، يعني اللي يقدر يساهم باي حاجه. هو ظروفهم كانت صعبه وكانوا بيستخدموا انبوبه بوتاجاز صغيره وبيت بالعرش يعني وال...
البيت زي ما احنا شايفين كده تم انهياره تمام بالكامل. انتوا لما وصلتوا هنا لمكان الواقعة يعني الوضع كان ازاي؟ النار مش عللة فيهم وفي العرش وفي العزال، يعني نشوف العزال زي ما هو اللي قدرنا شلناه والباقي ولع، والشقة من جوه يعني وما الأنبوبة ضربت الصغيرة دي خرقت السقف من تحت ووقعت الجدران عليهم برضو نفس الفيلم، والليدر جاب طفاية والإسعاف عما المطافي جت، كنا الحمد لله يعني سيطرنا على الموقع. تمام. طبعا معانا برضو يعني هنا علي، انت ابن المصاب او الزوج والزوجة يعني. ايوه. انت وصل لك الخبر ازاي؟ أو انا كنت في الورشة على اول الطريق وسمعت الرجة بتاع انت هنا بتشتغل في ورشة جنبه. ايوه فرشة كويتش. ايه اللي حصل بقى وقت ما وصلت هنا، ايه اللي حصل او ايه اللي شفته بالظبط؟ انا جيت اجري انا معرفش اللي في حاجة هنا، فجيت اجري لقيت البيت اللي واقع، فببص سمعت صوت ابوي وقعد بقول اه بس انا مانيش شايف. انت ما انتش شايفه، كنت تحت الانقاض. اه طلعت من على السطح ده وقمت فاتت هنا من السطح اللي جنبي. تمام. فضلت اشيل في الصبة والحاجة في الطوب ده لما طلعت ابويا من تحت، وامي وبنت عمي كانوا هنا. كانوا هنا في الغرفة؟ اه كانوا في الصالة هنا كانوا. تمام. برضو الناس اللي منزلينه ومرات عمي كانت طالعة لنا فوق، وهي طالعة قامت السلم وقع عليها، وبعد ما المطافية جت والإسعاف كان في ناس هنا يعني بتطفوا كده. انتوا بقى بعد انهيار المنزل بالشكل ده يعني انتوا قاعدين فين دلوقتي؟ او في الشارع. وضعكم في الشارع؟ طبعا البيت خلاص ما عادش انتوا تعرفوا تدخلوا جوه. اه بقى زي ما انت شايف الوضع، زي ما احنا شايفين زي ما انت شايف الوضع صعب. وما دخلتش انت من جوه يا جماعه عشان تشوف الواقع؟ مش عارفين ندخل من جوه يعني السلم قافل. لا تطلع بس هو الوضع خطر يعني. تمام. احكي لنا بقى اخواتك فين دلوقتي واخواتك كانوا فين وقت الحادث؟ اخواتي كانوا في المدرسة. اه. واخويا الكبير كان هنا وكان نازل يجيب دم لامه وجاء. يعني هو كان نازل يجيب دم لامه اصلا عشان عندها السك. اه. فلما جت بقى سألت ابويا على اخواته قالوا لي هو في هما في المدرسة. عم اخويا التاني جه بقى وانا وهو اللي شايلين ابويا من تحت الحاجة هنا. ابوك طبعا كانت حالته صعبه، كان رجله يعني مصاب بحروق، رجله بايظه وجسمه كله. ايوه يا ربنا يشفولك يا رب علي. يا رب. طب اخواتك دلوقتي يعني انت بتعمل معاهم ايه او وضعهم ايه دلوقتي؟ هعمل دول اخواتك محمد ده. يا محمد انت شفت الواقع ازاي يا حبيبي؟ انا ما شفتش بابا، انا كنت في الشغل. اه جالي ابن عمي لقيته بيقول لي تعالى، قلت له في ايه؟ ما رضاش يقول لي. رحت المستشفى لقيت ابويا ملفوف رجليه ورجليه بتجيب دم، يعني ملفوه. أيوة بتجيب دم. انت لما جيت شفت بيتكم بالشكل ده كان احساسك ايه؟ قعدت عايش. انت ابوك وامك دلوقتي مصابين وما انتش عارف في ايه، نفسك في ايه؟ نفسي بابوهم. انتوا قاعدين فين دلوقتي؟ في الشارع. ربنا يصبرك يا حبيبي وان شاء الله يعني محدش هيسيبكم. محدش هيسيبكم باذن الله يا حبيبي. وربنا يشفي لك امك وابوك يا رب وتطمن عليهم ويرجعوا لك بألف سلامة يا رب. يا رب. تعالى يا علي كمل معايا كده، يعني اخواتك دلوقتي يعني انت الوقت سايب الشغل ولا بتعمل ايه معاهم؟ قاعد من الشغل. قاعد معاهم. اعمل ايه؟ انت ليك اتنين اخوات صغيرين. اه واحد اصغر من محسن، اصغر من محمد في سنة تالتة ابتدائي. تالتة ابتدائي. طب يعني اقول لك ايه، يعني الوضع صعب. ما هو زي ما حضرتك شايف. ربنا يشفي لك امك وابوك يا رب يعني. يا رب. احنا مش عايزين بس اللي يقدر على البيت بس.
البيت ده يرجع زي الاول بس. بس مش عايزين حاجه تاني. هو المكان اللي قويكم بمعنى اصح. ايوه. ان شاء الله يبقى خير وان شاء الله يعني ما حدش هيسيبكم باذن الله. ان شاء الله. طبعا مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، متابع مباشر من مصر، يعني زي ما حضراتكم شايفين أسرة يعني تحت خط الفقر، عندهم أنبوبة بتجاز صغيرة بيطبخوا عليها، ابنها جاي من الجيش وبيطبخهم عشان يغدوه الساعة 2 الظهر. أنبوبة البتجاز أو الشعلة الصغيرة بتاعت البتجاز انفجرت في رب الأسرة وانفجرت في الأسرة مما أصاب الزوج والزوجة. أصيب الزوج محمود محمد عبد المحسن 42 سنة بحروق من الدرجة الثالثة فوق 60%، وزوجته دعاء محمد القاضي السيد 37 سنة أصيبت بحروق من الدرجة الثالثة فوق 60%، والحالة العامة خطر وتم تحويلهم لمستشفى قفر الدوار العام. وأيضا أصيبت بنت شقيقه عفاف محمد محمد عبد المحسن اللي عمرها 20 سنة أصيبت بحروق من الدرجة الثانية وتم تحويلها لمستشفى ميد غمر العام. وأيضا عزة إبراهيم البسيوني محمود 42 سنة أصيبت ببعض الحروق بمناطق متفرقة من الجسم وكسر في الضلوع، والحالة العامة مستقرة وتم حجزها بمستشفى منية النصر المركزي في الوقت ده. وعلى الفور أمر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بوجود كافة الأجهزة المعنية من الصحة والإسعاف والحماية المدنية ومركز الشرطة والتضامن الاجتماعي، وفي الوقت ده تم نقل المصابين لمستشفى منية النصر للعلاج، وفي وقت لاحق تم تحويل الزوج والزوجة لمستشفى قفر الدوار وبنت شقيقه لمستشفى ميد غمر العام، وزوجة شقيقه طبعا في مستشفى منية النصر المركزي تحت المحافظة. أمر محافظ الدقهلية بفرض كردون أمني حول المنزل والمنازل المجاورة وعرضهم على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار قرارات لإزالة المنزل ورفع الأنقاض الناتجة عن الانهيار. ووجه لفريق العمل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان المحافظة بمتابعة الموقف أول بأول والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية. طبعا من جانبه رئيس مجلس مدينة منية النصر قام بالتوجه للاطمئنان على المصابين وتقديم الدعم والرعاية الكاملة لهم. وطبعا يعني الوضع صعب زي ما حضراتكم شايفين، وأسرة بالكامل اتشردت بعد انهيار المنزل، والأب والأم في حالة خطرة ما بين الحياة والموت بعد تحويلهم لمستشفى قفر الدوار، يعني بعد ما أصيبوا بحروق من الدرجة الثالثة وتواجدهم الآن في حالة خطر. الأبناء أبنائهم الأربعة في الشارع، الأخ الكبير ساب شغله وقعد عشان يراعي إخواته هنا في الشارع، البيت طبعا في حالة خطر يعني ما يقدروش يجوا جنب البيت أو يدخلوا جنبه لخطورة المنزل زي ما حضراتكم شايفين. الانفجار كانت شهادته قرية ميت الخولي مؤمن التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية ظهر الأمس، وتحديدا في الساعة الثانية ظهرا أثناء تجهيز الغداء انفجرت أنبوبة الغاز في الأسرة مما أسفر عنه إصابة الزوج والزوجة بحروق فوق 65% وإصابة ابنة شقيقه بحروق من الدرجة الثانية، وزوجة شقيقه أصيبت بحروق وبعض القصور في الضلوع. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، متابع مباشر من مصر، بشكر حضراتكم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.